أقيمت في بلدية غدامز دورة تدريبية في مجال حماية الأراضي الزراعية. الدورة استهدفت عددا من المزارعين والفلاحين ببلدية غدامز ودرج وسيناون. هذا وتضمنت الدورة العديد من المحاور في مجال تقليم وتطعيم الأشجار بشقيها العملي والنظري. يشار إلى أن الدورة تستمر لمدة يومين. انطلقت ببلدية صرمان أعمال تطوير الحديقة العامة بإشراف لجنة تحسين مظاهر المدينة، حيث تم تنظيف الحديقة من المخلفات والأشجار. هذا وتستأنف أعمال التطوير حسب التصميم الذي أعده قسم المشروعات بالمجلس البلدي. أقيم في بلدية بنغازي برنامج توعوي حول أهمية النظافة. البرنامج تضمن عدة محاضرات وعروضا مرئية حول نظافة التلاميذ في المدارس. هذا واستهدف البرنامج عددا من طلبة المدارس الابتدائية داخل البلدية. أدى 15 مختار محلة ببلدية زلطن بقاعة الاجتماعات بديوان البلدية القسم القانوني أمام أعضاء المجلس البلدي. هذا وسبقت تأدية القسم القانوني كلمات من أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير إدارة شؤون المحلات. أكدت على أهمية دور مختاري المحلات في تسيير أمور المواطن وتقريب الخدمة له.